لو سمحت بس بالبضع بيقولوا ان هي محل القلب ويسمى لفظها باللسان على المذهب الشافعي. يعني سمعت صديق الشيخ الله يجزيك الخير عم بيقول انه لفظها بدعة. نعم. ليه؟ انا سمع بتقول التلفظ بالقول في النية بدعة. نعم. اتفضلي حضرتك. السؤال الثاني. لا سؤالك الاول تحديدا بعد اذنك. الشام عن يا اختي بعد اذنك. السؤال الاول. انه ايوه ما حضرتك. السؤال الاول انه النية محلها القلب. نعم. ويسمى لفظها باللسان على المذهب الشافعي. هي معلوماتي على تمام كتاب فقه العبادات. فكنت سمعت سماحة الشيخ عم بيقول انه هي بدعة تلفظها. خلي الشيخ يوضح لحضرتك. يعني التناقض بالموضوع. تمام، سؤالك الثاني؟ السؤال الثاني بالشام عنا نحن كلياتنا بنقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ان كان بالتشهد، ان كان اثناء الاذان، مو بالجوامع نحن. نعم. يعني هي على طول بنقولها، فأنا ما بعرف هي بدعة. يعني اللهم صل على محمد، نحن بنقول اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. في سؤال اخر لحضرتك؟ فاتمنى انه هخلي الشيخ هخلي الدكتور مجدي يوضح لحضرتك. حاضر. حاضر يا اختي. جزاكم الله خير على اتصال حضرتك. نواصل شيخنا. نعم. كيف ننصر الاخوه في غزه؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من لم يغزو نعم ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق ومات ميته جاهليه. نعم. فهناك اوقات يكون فيها الغزو والقتال والجهاد وبذل الجهد في جيوش المسلمين وتحت راية مسلمة وبقيادة مسلمة. نعم. وهناك أوقات يحرم المسلمون بسبب ذنوبهم وتخلفهم عن منهج ربهم يحرمون من ذلك، أو يذهب فلا يجد بابا مفتوحا له. يقول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أحيانا المؤمن يريد الجهاد ولكنه لم يفتح له باب، فهذا يحدث نفسه أنه إذا فتح الباب يكون جاهزا. فانظر إلى الرحمة، رحمة الله عز وجل. نعم. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو. فهناك أوقات يكون فيها الغزو متاح ومباح، وهناك أوقات لا يكون متاحا. فأقل تقدير أن يكون هناك تحديث للنفس بالغزو. أما من مات ولم يغزو ولا حتى حدث نفسه بالغزو فهذا إذا مات على هذه الحال مات على شعبة من نفاق. نعم. أو مات ميتة جاهلية. فأقول ما يجب على الحاكم يختلف عما يجب على المحكوم. نعم. كل المسلمين في العالم يجب عليهم أن يكونوا في حالة جاهزية إذا طلب منهم شيء ما أو فتح الباب. للتبرع بالدم يفعل، للتبرع بالمال يفعل، وإذا فتح الباب للمناصرة جسديا والانضمام في صفوف جيش مسلم إذا فتح الباب دون فتن. جميل. دون فتن ودون إكثار من مشاكل المسلمين. معنا اتصال بعد إذنك. تفضل. السلام عليكم. ألو. أيوه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي أحمد. أحمد من العراق. تفضل يا أخي الفاضل. أولا شيخي عندي سؤال. اتفضل. يخص الصلاة، هل يجوز الصلاة في القفاز؟ في الايه؟ هل يجوز الصلاة في ايه يا اخي؟ قفاز. في القفاز الكف البليل. في القفاز؟ إذا أنا لابس كف الصلاة، هل يجوز لي الصلاة في القفاز؟ في سؤال آخر لحضرتك؟ تبين منه هل يقصد القفاز؟ القفاز. نعم. الله يبارك فيك يا اخي. خير ان شاء تمام. الله. تمام. طيب يا اخي الفاضل الله يحفظك. السلام عليكم. طيب شيخنا كنا معنا اتصال اخر من الحاجه امامي كانت بتقول لما نلقي على احد السلام يهز راسه ولا يرد، فهل هذا من البدع ام لا؟ هذه اساءة. نعم. هذه اساءة. لان الله عز وجل يقول: واذا حييتم بتحية
فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تمام. فإذا قيل السلام عليكم فيكون الرد عليكم السلام أو عليكم السلام ورحمة الله ويزيد وبركاته. تمام. إلى 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 ما شاء. لكن أن يقال السلام عليكم فيقال هكذا بالرأس هذا إساءة. هذه إساءة. جميل. ولا ينبغي أن يكون هذا هو ديدنه ولا عادته. اللهم إلا إذا كان على حالة لا يريد أن يذكر الله فيها لشيء ما أو منعه مانع فهز رأسه احتراما للذي سلم لكنه لا يقصد أن ينقص من رد التحية فهذا لا بأس به. جميل. كان بتسأل أيضا عن دور البدع في فرقة بين المسلمين ونحن الآن في أمس الحاجة لتوحيد الصفوف دي سيما في الوقت الحالي. نحن في أمس الحاجة إلى هذه الفرقة ليكون الفرقان بمعنى بين الحق والباطل. جميل. نحن في أمس الحاجة إلى أن تكون فرقة بين الباطل وبين الحق. في أمس الحاجة أن يجتمع المسلمون على الحق. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وجعله فرقانا. وفي معركة بدر قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. نعم. سماه بيوم الفرقان لأنه يفرق بين أهل الباطل وبين أهل الحق. فالفرقة والفرقان ليس مذموما على كل الأحوال. إذا كان الفرقان والفرقة تفرق بين الباطل وبين الحق ليظهر الحق ويستبين فهذه فرقة مطلوبة. هذه فرقة مطلوبة. فلا نقول نجتمع صفا واحدا على كل شيء على حق وعلى باطل وعلى كل المشارب وكل العقائد وعلى كل الملل والنحل ونظن أننا بهذا سننتصر على الصهاينة أو على غيرهم. نحن لم ننتصر حتى على أنفسنا. جميل. بهذه الفرقة والفرقة جربناها والوحدة على قوميات عصبيات عشائريات قومية عربية وقومية لغة وقومية جنس وقومية جنسية وقومية لون كل هذا لم ينفع يوما من الأيام ولن ينفع في يوم من الأيام إلا أن يجتمع الناس على الولاء للإسلام وللمسلمين في أي مكان حلوا والبراء من أعداء الإسلام والمسلمين في أي مكان حلوا. هذا هو الولاء والبراء الذي به وعلى عقيدته ستترتب أسباب النصر هنا وهناك وفي كل مكان إن شاء الله. جميل. كانت بتتكلم لو لم يوجد إلا مسجد فيه مقبرة تصلي أم لا يعني؟ نعم. أولا المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة في المسجد. نعم. إذا لم يتيسر لها مسجد مستن ليس فيه من الأضرحة والمقامات والشركيات فلا تصلي في المسجد، تعود إلى بيتها وتصلي. إذا كان الوقت هيفوتها دكتور؟ تصلي في أي مكان. نعم. تصلي في أي مكان. نعم. إذا كان الوقت سوف يخرج تصلي في أي مكان، تستتر في أي مكان. ولو دخلت إلى محل ملابس ودخلت إلى غرفة القياس أو غرفة تغيير الملابس في محل مثلا للنساء أو شيء وصلت في تلك الغرفة طيب. جميل. في أي مكان تستأذن من أي الناس الحمد لله فيهم الخير. لا شك. والمحال التجارية فيها الخير. نعم. تقول أنا امرأة مسلمة وأريد أن أصلي العصر قبل أن يدخل المغرب الكل يفسح لها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نعم. معنا اتصال من ليبيا بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم جلال من ليبيا. هلا بك يا أختي تفضلي. السلام عليكم. نحيي قضية التفكير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يخليكم وإن شاء الله ابني يطلع زيكم يا رب. إن شاء الله يطلع علماء قدرك. الإسلام يا رب. اللهم أمين. الله يصلحه. والله نعزي إخوتنا نعزي ونفرح يعني إخوتنا في غزة يعني. نعم. مجروحين في نفوتة وإحنا ما نسألوش سؤال نبقى نكتب في الدعاء. نعم. بقول كل الدعاء المسلمين كلهم نبقى الدعاء كل نعم. الدعاء يعني تكتيف الدعاء تكتيف الدعاء. نعم. وعفوا فضيلة الشيخ إحنا تو الحمد لله زي ما قال الدكتور تو ربي فهمنا من العدو من الصاحب من المسلم ومن العدو فهمنا حتى في بعضنا فهمنا شكون العدوان فهمنا الحكام العرب متاعنا فهمنا شنو هما يعني شوف شوف فخوتي يتبقى يا صديقي.